واحنا قاعدين بنتفرج رمزي بيقول لي ما هو ما فيش منطق. هو ما قالش ما فيش منطق، بس ده اللي نقدر نقوله على الشاشه في اللي بيحصل طبعا. لا بص، انا هديك نصيحه لوجه الله. اتفضل. يعني ما تتكلمش عن نظريه المؤامره لانه مش هتغير حاجه. لانه الفساد في الاتحاد الافريقي موجود ومن زمان يعني. فالطبيعي دلوقتي نعمل ايه؟ اولا نوجه، يعني بص، الدعم الاساسي للنادي الاهلي هو قناه النادي الاهلي طبعا، فلازم نوجه كله، سواء جمهور حتى النادي الاهلي او اعلاميين، نوجه الكلام يبقى على شقين. اتفضل. الشق الاول انه الاهلي لسه ما حسمش الصعود على النهائي، لازم نركز على الماتش اللي جاي، نفكر خطوه خطوه، وبعد كده نفكر ازاي الاهلي بعد ما يعدي ماتش وفاق الصيف، لانه ما فيش حاجه سهله اكيد يعني، عارفين برضو وفاق الصيف هيكون ليه رده فعل هناك 100% برغم النتيجه الكبيره، لكن في النهايه كره القدم ما نديش احساس اللعيب ان الماتش خلص، شوط اول خلص، في شوط تاني هناك في الجزائر. تاني حاجه ان شاء الله ربنا يكرم نوصل النهائي، يكون ده دافع للاعيبه النادي الاهلي ونشحن لاعيبه النادي الاهلي، انه دايما احيانا لما انت تروح وانت حاسس بالظلم بيديك طاقة زيادة. والأهلي يعني إيه، أي حد بيلبس تيشيرت النادي الأهلي بيقدر يتجاوز الضغوطات، ممكن الضغوطات دي تكون على فريق الوداد إذا وصل النهائي أكتر من النادي الأهلي. تمام، لكن أنا متأكد من 100% إن اللعيبة بعيد جدا عن هذا الأمر، وإن اللعيبة ما بتفكرش فيه إلا في المباراة القادمة، وده إحنا قلناه في كلام